بحاله اكثر من طبيعي، مش بحاله طبيعيه يعني. هي عم بقول لك اياها اكيد يعني، يعني ما في شيء يعني، عاديه عادي. صباح الخير. نحن عربا وسنظل عربا، وأي عمل اعتداء من قبل أي جهة ضد لبنان أو ضد سوريا أو أي بلد عربي ستجدون دائما نحن نقف ضد هذا العمل، ومع أشقائنا العرب ومع سوريا. إلى نقطة مع سوريا، بالنسبة للمناورات التي تقوم بها إسرائيل حاليا، هذه المناورات نحن ضدها. نحن قلنا أن هذا الأمر يجب أن نتنبه، وأوعزنا إلى القوات الدولية بأن تنظر إلى الأمر وتكون على بينة مما يجري، حتى لا تتخذها إسرائيل ذريعة لخرق أجوائنا أو القيام باعتداءات على لبنان.